نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام. في هذا الجزء سوف نعرج على موضوع الحديدة. إلى الآن الميليشيا ما زالت تعرقل أي لقاء بفريق المراقبين الدوليين هناك مايكل لورسغارد. أيضا مشاهدينا الكرام سنعرج على ما عقد في الأردن من مؤتمر وسيطات السلام. تنضم معي الآن عبر الهاتف مباشرة السيدة انتصار القاضي العضو المشارك في هذا المؤتمر وسيطات السلام الذي عقد في الأردن. سيدة انتصار مساء الخير. مساء الخير. تحية لك. بداية نريد أن نعرف يعني بماذا خرجتم من خلال هذا المؤتمر الذي عقد في عمان من 27 والذي التأم بال 29 من هذا الشهر، ما أهميته أيضا سيدة انتصار؟ المؤتمر هو كان حول النساء كيف يصبحن وثيقات في السلام، كون ان الرجال هم من يسمعون الحروب فالنساء هم من يسمعن السلام. اجتمعت 100 امراه من مختلف التوجهات في اليمن يجمعهم هدف واحد هو السلام، حضرا من ائتلافات مختلفه. نعم. فطر يعني المواضيع التي طرحت كانت مختلفة، عرضت تجارب محلية، كان لنا نحن دور عن عرض كيف الآليات المحلية المتعارف عليها في حل النزاعات القضية فرع عادتنا في الوصول لحلول سلمية من رحمة المجتمع أكثر فعالية من الآليات الدولية التي تأتي من الخارج. جميل. والاستفادة من المؤتمر هي عدة توصيات كيف أصبحنا النساء فعلا مشاركات في بناء السلام وفي المفاوضات المستقبلية إذا حصلت. نعم، يعني أرجو فقط سيدة انتصار أن ترفعي قليلا صوتك حتى يتسنى لي والمشاهدين سمعك جيدا. بحسب ما سمعت منك سيدة انتصار أنه تم عرض ربما تجارب محلية في كيفة إدارة ربما صناعات معينة من دون ربما العودة إلى يعني ربما وساطات خارجية. هذه النقطة يعني جميلة جدا، ولكن الآن من خلال هذا المؤتمر والتوصيات والختام الذي خرجتم بهن، هل سيمكن أو سيتم تمكين النساء ودعمهن من قبل الأمم المتحدة لكي يلعبن دور وسيطات للسلام؟ هل سوف تمكننا أم فقط يعني هذه المؤتمرات كمؤتمرات سابقة يعني تم جمع أيضا نساء سابقات بحيث أنهم يلعبن دور، ولكن يعني التأم المؤتمرات أو التأم الكثير من المؤتمرات الخاصة بهذا الموضوع ولا يعني دور للنساء، فبالتالي هل نستطيع أن نعول من خلال مخرجات هذا المؤتمر أن يكون لكن دور؟ بالنسبة للنساء تمكينهم في المفاوضات او في القادم هو يعود الاطراف المتنازعه، مهما كان حاولت الامم المتحده ان تدعم اذا لم يكن هناك تقبل من الاطراف المتنازعه للنساء فلن يشاركوا. فتم التطرق الى موضوع المسارات، كيف اصبحنا النساء في المسار الثاني؟ كيف يمكن في صنع السلام؟ فاذا كان النساء اولا ائتلافات وشكلوا ضغط على اطراف النزاع ان يصبحن ممثلات، اعتقد الان سيصلن الى نتيجه، لا نعوض الامم المتحده في ان المراه تصبح مشاركه فعليه. نعم. يعني افهم من كلامك سيده انتصار انه الامم المتحده يعني تبدي رغبه بان يكون للنساء ان تلعب دور حاليا بان يكون وسيطات للسلام، ولكن من يعرقل ذلك هم اطراف الصراع تقصدين سيده انتصار، يعني هم الذين لا يبدون اي استعداد لكي يكون للنساء دور سواء كان وسيطات للسلام او حتى ان يكون لهم دور في مشاورات لاحقه في السابق او حتى مستقبلا. في السابق يعني نكون منصفين، شاركنا في من مجيب الوقت الشرعيه، شاركت الدكتوره نهار الاولدي، شاركت ايضا في المشاورات اللاحقه شاركت رنا غانم، لكن كان من المؤسف ان احداهن تخرج يعني والثانيه تدخل بالمفاوضات. نعم. اضافه لانه كان وجود مستشارات من النساء متواجدين في المفاوضات. نعم.
نعم سيدة انتصار، عضو مؤتمر واسطات السلام المشاركات في الأردن. سيدة انتصار القاضي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا ليلى، شكرا جزيلا لك سيدتي. دكتور، فيما يتعلق بالوضع الآن في الحديدة، كما نرى أن هناك تحشيد من قبل الميليشيا، هناك أيضا يعني خروقات بالجملة هناك. سيد مارتن جريفيث يتحدث ربما عن تطورات، يعني هو يكشف عن خطة لنزع السلاح، قال أنها سوف تكون هي المرحلة الثانية من بعد إعادة الانتشار، وتحدث أن مرحلة إعادة الانتشار تسير ببطء. الرجل ربما يتحدث عن إنجازات معينة هنا، ولكن نلاحظ أنه يعني يهرب إلى مؤتمرات كهذه المؤتمر الذي عقد في الأردن لوسيطات السلام. كيف يعني تقيم ما يقوم به الرجل وما يصرح به؟ أولا دعني نقول أن اتفاق ستوكهولم يعني منذ البداية نحن كنا عارفين أنه لن ينجح، لأنه كان في خلل مركزي. الحوثيين لن يقبلوا حل جزئي، هذا شيء مفروغ منه. الحوثيين عندهم رؤية واضحة، الانتقال لحكومة وحدة وطنية، هم طرف سلطة شرعية منتهي شرعيتها. نعم. السلطة الشرعية تذاكت مع الضغط الدولي أنها تأخذ الحديدة وبعدين تكمل حق العمليات، يعني تعاملوا كأنه يعني المسألة بغاية السهولة. الحوثيين لن يسلموكم من الحديدة ولن يخنقوا أنفسهم، هم في حالة من القوة، هم يعلمون أن دول التحالف يعني غير جادة في 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 تحرير بقية المناطق، هم يعلمون أن هناك إحباط شعبي وعدم ثقة بدول التحالف، هم يعلمون أن عدن تحت أن هناك النخبة اليمنية انقسمت ضد دول التحالف قد كانت كلها متموضعة، هم يعلمون يعني هناك كثير، بالتالي هو يلعب براحته، ما الذي يقلقه؟ جريفيث يكسب وقت لأنه في الأخير يريد استنزاف. يعني ايش كان هدف ستوكهولم؟ احنا قلنا في اكثر مره انه الهدف انه نعم. لا على يعني لا علاقه لشمال وجنوب بالاتفاق، اتفاقيه بهدف اخر، واحنا لا نريد تكرار، لكن هو نفسه يريد مكسب وقت، يريد يعني استنزاف الجماعات، ادخل الامم المتحده الى الجروب، بس هذا الهدف. بعد كذا يعني تخيل انت، يعني هل مؤتمر الحوار ما كانش حمر؟ يعني ما كانش في حوار؟ هل مشكلتنا كوتا؟ نحن ما نتحدثش عن دوله مستقره، ولا المشكل انه لو قلنا 50% نساء و50 كذا عشان يشاركوا، المشكله مش في ان المراه تشارك، المشكله انه اليمن الان، هل الوضع الان يعني وضع طبيعي لكي نتحدث عن المشاركه النسائيه؟ اليمن الان من اللي عرقلها؟ الامم المتحده والتحالف. الامم المتحده من التوصيف الاول أطراف النزاع، لم تتحدث عن انقلاب، صحيح. أعطت للحوثي الهدنة الاقتصادية، خذوا البنك المركزي، ينتهكوا الحوثيين، كانوا يسرقوا المساعدات. الأمم المتحدة بعد 4 سنوات صدمة كبيرة والله أنه يسرقوا المساعدات، هم عارفين. تركوا الإمارات يعني تقوم ميليشيات تستولي على الموانئ، وبعدين لما هم أنهكوا الناس، أنهكوهم، أصبحت السلطة ضعيفة. أجد تقرير قال إنه الإمارات والسعودية عندهم استراتيجية متناقضة، وبالتالي أضعف السلطة وهذا يؤدي للخطر. طيب إيش بيحصل بعدين؟ بيحصل بعدين تدخل دولي. الآن في اليمن روسيا، الصين، بريطانيا، أمريكا، كل الدول، إيران، إمارات، السعودية، عمان، كل دول الخليج أصبح لها دور وأصبحت تلعب. الآن اليمن مسألة ما هيش متعلقة بأنه نحن نجيب النساء اليمنيات. المبلغ هذا اللي كان صرف، لو كانوا هم يصرفوا له ميزانية، كانوا حولوه مساعدات إنسانية، حولوه يعني حتى النساء اليمنيات، حتى نحن لما نضيع وقت بالحديث عن لن ندعم الأخ هذا جريفيث، كان يعني كان حتى ما نرفضش المقابلة، حتى اليمنيات كان من أحرى رفض هذا المؤتمر، لأنه هم عارفين أنه الحوثيين ليس المسألة مسألة نساء، ولا الحوثيين من الناس اللي يحترمون النساء. يعني هذول ميليشيات تنتمي للقرن 14، يعني عندهم الزينبيات، عندهم تعمل لهم كعك، تعمل لهم مش عارف من، يعني هؤلاء الموضوع أكبر من عقد مثل هكذا. لا 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 علاقة للكوتة. يعني ما كانش عندنا مؤتمر حر وطني، ما عندناش، احنا كنا داخلين على الدستور. المشكلة حقنا هل متعلقة انه لما راحوا لجنيف كان في مرأة؟ او هذا خلل، شوفي لو كانوا جابوا 4 كان ممكن يتحسن الموقف. هذا ضخ على الدقون، يعني هذا يلعب بالوقت، يكسب وقت، يشعر المجتمع الدولي انه يعني المجتمع المحلي يشارك في بناء السلام. اي مجتمع انت تعرف انه ايران، وتعرف انه الحوثيين معهم السلاح، وتعرف المختفين قسريا، وتعرف انه الامارات معها سجون سريه، وتعرف انه مسيطر، وتعرف ان الامم المتحده تريد
تدمير اليمن. إذن باعتقادك دكتور الآن سيستمر الوضع كما هو عليه في الحديدة، وإذا أيضا ربما إذا التصعيد حصل الآن أنه أطلقوا النار أيضا على موكب بولاريس غارد يعني، ولا حتى تحرك أو رصدنا أي اتفاق الحديدة. أي اتفاق الحديدة قضى على 22/16 ستوكهولم. كنا نتحدث عن إخراج الحوثيين من المدن، دحين إعادة انتشار. يعني إعادة انتشار إيش تعني؟ يعني الحوثيين أصبحوا يعني تخيلي قوة بتكون بالحديدة، حول الحديدة فقط، إنه كانوا زمان مش معترف بهم إنهم ميليشيات، دحين طرف من أطراف النزاع وسلطة موجودين. نحن كنا نطالب بتسليم السلاح، الخروج من المدن، عدم الاعتراف إنهم طرف. من أين المشكلة؟ المشكلة مش في النساء ولا في مؤتمر عمان، المشكل عند جريفيتس الذي هو يتحدث الآن أن الخطة الآتية هي خطة نزع السلاح. من لمن نسلمه؟ هل نسلمه لبقرة صفراء أم حمراء؟ هل نسلمه الكلاشينكوف ولا المدفعية؟ وأيضا مزيدا من الوقت على حساب الآن هم يريدون استنزاف الشعب اليمني. نعم. لمرحلة يتم تدخل دولي لحماية الأمن والسلم الدوليين، وأعتقد أن السلطة الشرعية إذا لم ترفض اتفاق ستوكهولم وإذا لم تجازف هي الآن لم ترصد دكتور وترصد الخروقات وتحضر هذه الاجتماعات مع مايكل لوسغارد من دون وتغيب الميليشيا إلى الآن، يعني هي تحافظ على حسن السيرة والسلوك ولم يعني يصدر يعني منها أي تعليق. يعني عندهم أخلاق مسيحية، يعني تعمل له كف باليمين يعطيك الشمال. هم يثبتوا للعالم أن الحوثيين هذولا ما يحبوسها. عزيزي، أول خطوة ينبغي القيام بها عودة السلطة الشرعية وتجازف بحياتهم في اليمنيين، العودة للسلطة، إصلاح العلاقة مع الإمارات. نعم. أو إخراجها، هكذا هم يقولوا. يعني هالدخول يعني هل نحن ضحينا لم يضحوا بدماءهم من أجلنا، جاءوا يسوسوا قطرة ويسوق النسوهم ويسوا ميناء عدن دمروه عشان لصالح الميناء حقهم، وفي إطار صراع مع الخليج حول جيبوتي جاءوا هم مصالح. بالتالي هذا خلل، أنت جيت تغتالني، بالتالي أعيد يا سلطة شرعية. لن يعني استوكهولم قطعت مع المرجعية السابقة، استوكهولم قسمت اليمن إلى شمال وجنوب، الإمارات قسمتنا إلى شمال وجنوب. يعني عليكم الاستيقاظ. أنا الآن أوقظ مجموعة من الطفيليات، لكن بعضهم يزعل مني. أنا لو سمحتي بس دقيقة كما الوقت، بس جملة واحدة. لست ممول من قطر كما بعثوا لي رسائل، ولست أنتمي إلى أي دولة ولا أستلم مرتب من السلطة ولا من أي دولة، بالعكس أنا محاصر وبالقائمة السوداء. لذلك الذي يعتقد أننا لما وجه نقد للإمارة والسعودية بأننا الطرف القطر، لسنا طرفا إلا مع اليمن. جميل جدا، أتوقف عند هذه النقطة دكتور، ونشكر تواجدك معنا ليلى. الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، شكرا جزيلا لتواجدك معنا ليلى. ونشكر كل من ضموا معنا في حلقة ليلى من حديث المساء، سيد علي الذهب الخبير الاستراتيجي عبر الهاتف من القاهرة، وكذلك سيد انتصار القاضي عضو مؤتمر وسيطات السلام الذي عقد في الأردن. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من حديث المساء، ألقاكم على خير.